طبعا هجوم بتاع الصباح خلى الناس الحركة ينسحبوا. ما الذخيرة يعني نفد وخلوهم جروا أبدا. ناس الحركة مشوا اشتبكوا مع العربات وحصل التفاف بالمواتر في الخلف، فده خلاهم ينسحبوا. وبعد ذاك قال تدوين، في تدوين حصل، تدوين بتاع مسيرات أم تدوين بتاع الجيش أم لغاية هسي التفاصيل ما توفر لنا للعرب أو للجنجويد. بعدك هم انسحبوا والناس الحركة خرجوا برا، مشوا عادوا ترتيبه وجا دخل المدينة. وظهر اليوم الناس الحركة قام بهجوم مضاد، سكوا الجنجويد ديل كل المناطق حول التقمة وساقوهم لغاية ما جو في معسكر، منهم معسكر كبير جدا في حتة اسمها كوندومايا. ساقوهم من كوندومايا وشرقوا بيهم، يقال انه خلوهم في حدود دبيبات. دي المعلومات اللي توفر لي هسي. وهنا في شمال الدلنج في اوائل للنوبة طبعا مشتتة في الغرة في سنجكايا المدينة وسنجكايا المحطة. المحطة دي فيها الكوبري، في بعض الأسر هناك وفي بعض الأسر في السنجكاية. والآن نحن تعبانا وأنه يمرقوا، واتفقنا مع قادة الحركة الشعبية يعملوا لهم طريق ويطلعوا كده. وهم قالوا خلاص يطلعوا بالفرشاية ونحن نعمل لهم طريق. لكن في أثناء الكلام ده في نسوان مرقن، نسوان وأطفال في مدينة دليمة، وهم متجهين إلى الدرين راجلين يعني. والعرب ديل قطعوا عليهم الطريق، قبضوهم وتحققوا معهم. وعشوية جاء عربات كثيفة جدا، لكن القوات الحركة الشعبية الموجودة في جبر كدر دون الجماعة دين بالمدفعية ودمر لهم العربية. وهم جروا وخلوا النسوان دين بخير، وصل الدرين. فدي من المعلومات الموجودة. أنا كلمة في تسريح من واحد اسمه بخاري، يبدو أنه قالوا ده ناظر في دبيبات، أنا ما أعرف ناظر أعطوا قبيلة. قال صرح قال ما هنخلي أي عربية يخش الدلن وحنقطع الكهرباء، وإذا قطع الكهرباء من الدلن معناها يعني ما هيكون في اتصال وما هيكون في سجن، ولو منعوا العربات من الدخول برضو هيكون فيه إشكال. يعني دي من الحياة من المفترض أسر قيادة الدولة على أساس أنه يشوفوا الاسم، أنا ما أعرف. المهم في تدوين مجهول حاصل، لكن غالبا يكون طيارة مسيرة بدون صوت يعني، وهكذا يعني. ده المعلومة الموجودة نحن كنا دايرين نقول لكم. بارك الله فيكم.